مرحبا ويعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم بهذا الفيديو الجديد من دورة الـ ISTQB من QAcart. بهذا الفيديو بدنا ندخل بقسم 5.2.6 واللي بيحكي عن التست استيميشن تكنيكس. هون بدنا نبدأ بموضوع مهم اللي هو إيش التكنيكس اللي بيمشي عليها المانجر حتى يقدر يقدر كم إحنا بنحتاج وقت لحتى نخلص التست. هلأ في عنا أكثر من تكنيك، ولكن قبل ما نبدأ فيهم خليني أشرح لكم شوي الخطوات اللي بيمشي فيها التست مانجر لما يجي يعمل استيميشن للتست. هلأ أول إشي، ليش أصلاً إحنا بنحتاج استيميشن؟ لأنه التست هو جزء من مشروع، وهذا المشروع بيهتموا فيه كثير ناس. إدارة الشركة بتهتم بهذا المشروع، والكاستمرز بتهتم كمان بهذا المشروع، فلازم يكون لأي إشي أو أي جزء من هذا البروجكت استيميشن، بحيث إنه إحنا نعرف متى رح نسلم المشروع وإنه إذا إحنا بنقدر نسلمه بالوقت أو لا. وجزء من هذا المشروع هو التست، فكل ما كان تقدير التست أحسن وأدق كل ما كان تقدير المشروع أحسن وأدق. هلأ كيف التست مانجر بيعمل استيميشن للتست؟ أول إشي بقسم التست للأقسام التالية، بقسمه لبلانينج ولمونيتورينج أند كنترول ولأناليسيس ولديزاين ولإمبلمنتيشن ولإكسكيوشن ولكلوزينج، وبيشوف كل ويشوف شو الأكتيفيتيز والتاسك لكل واحدة منهم، فبيصفي عنده ليست بكل التاسكات اللي لازم تتسوى بالتست. وهون ببلش شغل للإستيميشن، ببلش المدير يحط استيميشن لكل اكتيفيتي ولكل تاسك موجودة عنده بالليست. هلأ كيف بيحط الاستيميشنز وبيطلع هاي الأرقام؟ هون بيستخدم واحدة من هذول التكنيكس. في عنا تو تكنيكس، الأولى في عنا متريكس بيزد، وثاني واحدة اللي هي الإكسبرت بيزد. وخلينا نبلش بالإكسبرت بيزد، وملخصها إنه نترك الخبز لخبازه. هون المدير بيسأل كل واحد من التيم عن التاسكات تاعيته وكم بتوقع انه التاسك ياخد منه. او اذا بدك تعمل استيميشن للسيكوريتي تيست على سبيل المثال، ناخد رأي خبير بهذا المجال اللي هو انه يعمل لنا استيميت. فالملخص تاعه انه نترك الخبز لخبازه، نسأل لكل واحد شو التاسك تاعه كم بتوقع انه يخلصه، بنحط التوقع تاعه، وإذا في عنا أشياء بنختار في بنحتاج فيها خبير زي السكيورتي زي البرفورمانس، وقتها بناخد رأي هذا الخبير بالاستيميشن تاعه وبنحطه بالليست. أما المتريك بيزد هي من اسمها إنه نتطلع على متريك أو نتائج بروجكتس. هاي البروجكتس بتكون ماضية وبتعتمد بروجكتس ماضية من الشركة تاعيتنا عملتها، وبنطلع منها الاستيميشن للمشروع الحالي تاعنا. هلا في اكثر من مثال على المتريكس بيز وعلى الاكسبرت بيز، والكتاب مش شارحهم كثير او مش شارح كثير عنهم لانها مشروحة بالتفصيل بالاي اس تي كيو بي تيست مانجر، بشهادة من الشهادات الاي اس تي كيو بي. فخلينا نحفظهم ونشرح شوي عن كل وحدة، لانه احتمال كبير يجي سؤال يحكي لك هاي التكنيك هل هي اكسبرت بيز اور متريك بيز. الأمثلة على المتريك بيزد هي البيرن داون تشارت، هاي بنستخدمها بالأجايل، بالأجايل بتكون البيرن داون تشارت، وبالسيكوينشال الديفكت ريموفال موديل. ففي عنا بالأجايل في عنا البيرن داون تشارت، وفي عنا بالسيكوينشال ديفكت ريموفال موديل، وهذول كلياتهم بيعتمدوا على المتريك بيزد تكنيكس. هلا بالأجايل أي واحد فيكم اشتغل بجيرة بيعرف إنه بالأجايل إحنا لو استخدمنا جيرة بنشوف هذا البيرن داون تشارت، واللي هو هون الخط الرمادي هذا اللي هو بتكون البلان تاعنا. إحنا بنتوقع إنه نخلص هذول الـ 10 points بهاي الفترة من الزمن، وهاي الخط الأحمر هو الإشي الحالي أو إحنا الريزلتس الحالية أو الريزلتس الواقعية. خلينا نحكي هاي البلان وهاي الواقع، واحنا بنشوف هون لو بدنا نطلع على هاي انه بنشوف احنا مش ماشيين كثير، لانه بنهاية الوقت احنا خلصنا 8 points ولسه ضل علينا كل هذول ال points ما خلصناهم. فاحنا بنطلع على هذا الشارت
اللي هي الإفورت تاعتنا is being captured and reported and is then used to feed into the team velocity to determine the amount of work the team can do in the next iteration. يعني باختصار احنا بنشوف هذا الريزلتس تاعت السبرنت الحالية وبناء عليها احنا بنقدر وبنشوف سرعة التيم وبناء عليه بنقدر كم بوينتس احنا بنقدر نخلص بالسبرنت اللي بعديها. اما الديفكت ريموفر اللي هي الوير فوليومز اوف ديفكتس اند تايم تو ريموف ذم ار كابتشرد اند ريبورتد which then provides a basis for estimation future project of similar nature. هلا هون بحكي لك انه احنا بنعتمد على كمية ازالة الديفكتس. هلا في عنا ديفكتس لما نيجي نعمل تيست بيطلع عنا ديفكتس وهاي الديفكتس احنا بنصلحها. هل بنصلحها بسرعة؟ هل بنصلحها قعد معنا شهر شهرين ثلاثة حتى نخلص هاي التصليح الديفكتس؟ فاحنا فعليا في عنا volume of defects and time to remove them حتى نصلحهم. هذول الأشياء إحنا منخزنهم captured and reported which then provide هاي هي ال results تاعيتها أو الأرقام اللي منطلعها من ال defects report وال captured وال volume والأشياء اللي صلحناها منستخدمها ك estimation لل projects المستقبلية اللي إلها طبعا projects of similar nature. هذول أمثلة على المتريك بيزد ولكن المهم هون إنكم تعرفوا إنه لو إجاكوا سؤال بالامتحان شو البيرن داون شارت احكوا إنه هو متريك بيزد تكنيك إكزامبل وبالأجايل. أما الديفكت ريموفال موديل هو للسيكونشال وبرضه كمان للمتريك بيزد إكزامبل. وأمثلة على الإكسبيرينس اللي هي في عنا الأجايل بلانينج بوكر بوكر لبلانينج بوكر وبالسيكونشر في عنا الوايند باند ديلفي. هلا شو البلانينج بوكر اللي هي التيم قبل ما يبدوا السبرنت بقعدوا مع بعض بيشوفوا الأشياء اللي لازم يعملوها بهاي السبرنت بصيروا يعملوا فوتينج كل واحد من التيم تاعنا بحط الاستيميشن تاعه. فهاي هي الأرقام اللي بيستخدموها بالبلانينج بوكر حتى يحسبوا البوينتس. فكل واحد بيحط برأيه كم وقت احنا او كم بوينت هاي التاسكس بتحتاج وبعدين بنشوف اذا في اختلافات بين البوينتس بين الديفلوبر الاول والتستر الثاني. اذا كان في عندهم اختلاف بالبوينتس وقتها بتناقشوا بحيث انهم يوصلوا لاشي او بوينتس واحدة يتفق عليها كل التيم. فبناء عليه احنا بنعمل بلانينج للتاسكات اللي احنا بدنا نسويها بالسبرنت القادمة بالاتفاق بين الجميع وحسب خبرة الجميع بهذا الميتنج اللي اسمه البلانينج بوكر. أما بالسيكوينشال في إشي اسمه الوايد باند ديلفي واللي هي الاستيميشن تكنيكس in which group of experts provide estimates based on their experience. فهون بحكي لنا إنه في عنا أكثر من راوند بقعدوا expert مع بعض فكل واحد من هذول الاكسبرت بحط الاستيميشن تاعه بعدين بيشوفوا الاختلافات. يعني نفس مبدأ البلانينج بوكر بس هون بين اكسبرت وبيكون بوقت محدد وعلى اكثر من راوند وباخر راوند المفروض بصير في بعد النقاشات والديسكشن بين هذول الاكسبرت بيطلعوا باشياء قريبة من بعض. فلو اجاكوا سؤال بالامتحان عن البلانينج بوكر اعرفوا ان هو بالاجايل وهي للاكسبيرينس بيزد. الوايت باند ديلفي هي برضو كمان للسيكونشر والاكسبيرينس بيزد example. وهيك بنكون خلصنا من اول اهم تاسكات المانجر واللي هي البلانينج. وبالفيديوهات الجاي بدنا نتعرف على دور المانجر بالتست مونيتورينج اند كنترول. ان شاء الله تكونوا استفدتوا بهذا الفيديو ويعطيكم الف عافيه.